Hello everyone, حبايب قلبي. Grade 8 تاني اعدادي عندنا paragraph مهم جدا. My dream job اللي هي وظيفة احلامي. My dream job. Okay. بنبدأ دايما الparagraph بتاعنا شباب بايه؟ أيوة اللي الopening sentence أو الجملة الافتتاحية. فهنقول إيه؟ There is no doubt that. لا شك أن. There is no doubt that. لا شك أن. There is no doubt that. لا شك أن. وبعدين أكتب عنوان الموضوع ده بين علامات التنصيص او الكوتيشن ماركس. My dream job وظيفة احلامي. My dream job is an interesting topic. هو موضوع شيق. Is an interesting topic. موضوع شيق. Interesting topic. Interesting topic. موضوع شيق. To write about. للكتابة عنه. طبعا الجملة دي احنا واخدينها مليون مرة وبنبدأ بها كل الparagraphs ومناسبة لكل حاجة. لا شك ان هو اسم الموضوع. Is an interesting topic to write about. لا شك ان موضوع كذا هو موضوع شيق للكتابة عنه. اي موضوع هيبقى موضوع شيق للكتابة عنه. بدأت بالتايتل العنوان, سبت سطر وكتبت المقدمة, اسيب سطر وابدأ في الكلام التكست بتاع النص. بقى لما اقول انا عايز احكي لكم عن وظيفة احلامي اقول ايه؟ انا عايز قلت لكم نقول ايه؟ ايوه شاطرة, برافو. قلنا بطل نقول I want, نقول I'd like. بقى I'd like to tell you about my dream job. I'd like to. خلينا نقول انا بحب ابدا بكلمه first, اولا او firstly بدايه. ممكن تقول first اولا او firstly بدايه. firstly I'd like to tell you about myself. مثلا عايز احكي لكم عن نفسي الاول. I'd like to tell you about myself. I'd like to tell you. عايز احكي لكم about myself. عن نفسي. حلو الكلام. احكي بقى عن نفسك يا معلم. تروح قايل اسمك. My name is. وتقول اسمك ويبدأ بحرف كابيتال طبعا. My name is محمد. ابني بقى. My name is محمد. كم سنة يا نجم؟ I'm 14. زي ما انت عايز بقى على حسب سنك. ممكن تقول I'm 13 بس, وممكن تقول I'm 13 years old, لكن ما ينفعش تقول I'm 13 years. حلو. What grade are you in? I'm in grade 8. ممكن تقول I'm in grade 8. انتوا في grade 8, او ممكن تقول prep 2. يبقى I'm in grade 8. I'm in grade 8. قلت اسمي وقلت سني وقلت السنة اللي انا بدرس فيها. حلو. طيب احكي لكم بقى عن وظيفة احلامي. I'd like to tell you about my dream job. I'd like to tell you about my dream job. عايز احكي لكم عن dream job, وظيفة احلامي. ايه يا معلم هتقول ايه بقى؟ مثلا
الاول هروح قال ان امي بتشتغل مدرسه، يبقى اقولها ازاي؟ My mother is a teacher. دايما الوظيفه تحط قبلها اي او ان. هنا My mother is a teacher. امي معلمه. ونقول بتدرس كذا، قول بتدرس انجلش، يبقى هقولها ازاي دي؟ هي تدرس اللغه الانجليزيه. شي الله ينور عليك تيتشز، ادي تيتش يدرس، علشان شي يبقى هنحط لها اي اس، تبقى شي تيتشز انجلش. ايه كمان بقى شباب؟ هنقول عمرها مثلا، ماشي، she's 30 she's 35. ابويا بقى، ابويا دكتور. My father is a doctor. My father is a doctor. اتفقنا الوظيفة لازم قبلها اي او ان. My father is a doctor. وبرضو نفس الكلام نقول ايه؟ مثلا عمره كام؟ نخليه اكبر من امك شوية يعني. ايه؟ He is 40 مثلا او 37. He is 40. He works in a hospital. بيعمل في مستشفى. He works in a hospital. خلينا بالبلاك زي ما احنا. Works in a hospital. طيب بعد كده اقول ايه؟ الطبيب ده بيعمل ايه؟ وظيفته ايه؟ ممكن تقول، ممكن تقول he checks his patients، يعني بيكشف على مرضاه. he checks his patients، بيكشف على المرضى بتوعه. he checks his patients and gives them medicine، وبيعطيهم دواء. he checks his patients، بيكشف على المرضى بتوعه. and gives them medicine، وبيعطيهم الدواء. gives them medicine. ميديسن يعني دواء، ويعني طب طبعا. ماشي تمام الكلام. عندما اكبر، ايوه، when I grow up. الكلام بقى المهم اهو. when I grow up، عندما اكبر. انا عايز ابقى كذا. I'd like to be my dream job. أو I'd like to be my dream job. وظيفة أحلامي. my dream job is to be a doctor like him. is to be a doctor like him. وظيفة أحلامي إن أنا أبقى دكتور لايك هيم، يعني مثله. أوكي. طالما قلت جاب يا ابراهيم، لازم اقول الوظيفه دي انا بحبها ليه، اخترتها تبقى وظيفه احلامي. هتقول I love this job. I love this
job. انا بحب الوظيفة دي ليه يا شباب؟ why? because او ايه قلنا يعني لان as جميل لان as I like مثلا helping as I like helping لان انا بحب مساعدة sick people الناس المرضى as I like helping sick people ايه كمان ممكن اقوله غير ان I like helping sick people ماشي ما احنا قلناها I want to be like him يعني انا بحب الوظيفة دي لان انا بحب مساعدة الناس المرضى وايه كمان مثلا there are also يوجد ايضا a lot of poor people a lot of poor people يوجد الكثير من الناس الفقراء who suffer عارفين يعني ايه suffer يعاني الذين يعانون from illnesses أمراض برافو and they don't have enough money to buy medicine or to see a doctor they don't have enough money to see a doctor or buy medicine معهمش فلوس كافية to see a doctor انهم يروحوا للطبيب او or a or buy medicine او يشتروا الدواء so لذلك so لذلك it will be it will be amazing to help them هيبقى شيء مذهل ان انا اساعدهم to help them ماشي ممكن نقول ايه زيادة عن كده شباب نقول مثلا ان امي بتساعدني ان انا مثلا اتعلم انجليش عظيم اهو هقول ايه يا شباب عظيم my mother always امي دايما helps me بتساعدني my mother always helps لازم المفرد نحط للفعل بعده اس عشان دي الاخطاء اللي انا بشوفها كتير my mother always helps me learn English because studying medicine او as studying medicine لان دراسة الطب as studying medicine لأن دراسة الطب requires يعني تتطلب requires تتطلب requires being تتطلب أن أكون requires being a حمزة capable of a because studying medicine requires being مثلا good at English or very good at English or capable of speaking English
يبقى requires being very good at English. ماشي يا سيدي. لا يا عم ده انا لسه عايز اقول كمان. طيب هقول ان انا هقول ان احنا بنتدرب مع بعض او بنمارس الانجليش مع بعض يعني. فهنقول ايه؟ we practice speaking english together. احنا بنتدرب على ممارسة الانجليش مع بعض. بنتدرب على التحدث بالانجليزية مع بعض. طيب عايز اقول بقى ان ابويا بيشجعني دايما. My father دايما بيشجعني. Always ايه؟ يشجع. Encourage. يبقى my father always encourages me. بيشجعني. Encourages. ادي encourage يعني يشجع. وبعدين هنحط لها S علشان my father مفرد. يبقى my father always encourages me. He says that. هو بيقول إن. He says that I have to do my best. إن أنا لازم أعمل ما في وسعي. I have to do my best to لكي أحقق حلمي. برافو. To achieve my dream. علشان أحقق حلمي. أوكي نختم بقى. نروح قايلين فاينالي بقى الجملة الختامية بتاعتنا. نقول فيها ايه؟ فاينالي في النهاية. أو نسيب سطر ونبدأ من هنا. فاينالي في النهاية. I hope that. أتمنى أن. I have covered. أكون غطيت. I have covered the main points of the topic. أتمنى أكون غطيت النقاط الرئيسية للموضوع. I have covered the main points of the topic. أكون غطيت النقاط الرئيسية للموضوع. قلت لكم دايما ندي نصيحة في الآخر. I think. أعتقد. That we all should have. كلنا يجب أن يكون عندنا. We all should have a dream to achieve. كلنا لازم يكون عندنا حلم لكي نحقق. قلتها لك اي تمام. يبقى I think that we should all المفروض we should all have a dream to achieve. We should all have a dream to achieve. طيب تعال نقرا كده بسرعة. My dream job. وظيفة أحلامي. There is no doubt that my dream job is an interesting topic to write about. لا شك أن موضوع my dream job اللي هو وظيفة أحلامي هو موضوع شيق للكتابة عنه. Firstly, بداية I'd like to tell you about myself. عايز أحكي لكم عن نفسي.
My name is محمد. I'm 13. عندي 13 سنة. I'm in grade 8. أنا في تاني أعداد. I'd like to tell you about my dream job. عايز أحكي لكم عن وظيفة أحلامي. My mother is a teacher. She teaches English. She's 35. My father is a doctor. He's 40. He works in a hospital. He checks his patients. بيكشف على المرضى بتوعه. And gives them medicine. وبيديهم دواء. When I grow up, عندما أكبر, my dream job is to be a doctor like him. عايز أبقى طبيب زيه. I love this job. أنا بحب الوظيفة دي. As I like helping sick people. لأن أنا بحب مساعدة الناس المرضى. There are also a lot of poor people. في ناس كتير أيضا فقراء. Who suffer from illnesses. بيعانوا من أمراض. And they don't have enough money. To see a doctor or buy medicine. معهمش فلوس كافية انهم يروحوا للدكتور او يشتروا دواء. So it will be amazing to help them. هيبقى شيء رائع ان انا اساعدهم. My mother always helps me learn English. ماما دايما بتساعدني اتعلم English as studying medicine. لان دراسة الطب requires being very good at English. بتتطلب ان انا اكون جيد جدا في الانجليش. تمام؟ We practice speaking English together. بنتدرب على التحدث بالإنجليزية مع بعض. My father always encourages me. بابا دايما بيشجعني. He says, بيقول that I have to do my best to achieve my dream. بيقول إن أنا لازم أعمل ما في وسعي. أبذل قصارى جهدي يعني do my best to achieve my dream لكي أحقق حلمي. في النهاية أختم بقى finally. في النهاية I hope that I've covered the main points of the topic. أتمنى أكون غطيت النقاط الرئيسية للموضوع. ودي نصيحة. I think that أعتقد أن we should all have a dream to achieve. كلنا يجب أن نكون لدينا حلم لنحققه. طيب بالنسبة للهومورك بتاعكم يا شباب كان فين؟ طيب خلي الهومورك راجعوا المرة الجاية. هديكوا بس كلمات. هو انتوا كنتوا واخدين كلمات درس ايه؟ كنتوا واخدين ده صح؟ كلمات ده خدتوا لحد فين؟ لحد فرنتشر. طيب تعالوا ناخد الافعال. pay paid paid burn burn burned. هسمع بقى السينونيمز والانتونيمز. ليف يعني اكزيست يعني سرفايف, والاوبوزيت داي. سيريس يعني دينجرس, والعكس سيف. ريبير يعني مند او فيكس, والعكس بريك او دامج. سبيشال يعني سيجنيفيكانت. بص كلمه مميز يعني ايه يا شباب؟ سبيشال او سيجنيفيكانت او انيوجوال, والاوبوزيت يوجوال. الاي او ان عارفين بتكون الناون من الفيرب. يعني انفكت يعني يعدي. انفكشن عدوى بقت ناون اسم. الاي ان تي تكون لك ادجكتيف من الفيرب. ديفر كلمه ديفر يعني يفرق. بقت ديفرنت يعني مختلف. اي ال تعمل لك الادجكتيف من الناون. نيتشر الطبيعه بقت ناتشرال طبيعي. في حاجه تانية اهو بص دول هسمعهم بعد اذنك اكتبهم بالعربي. Work for no money. Do a school project. Start a charity. Take in air. بتساوي absorb. Take in دي يعني absorb. Take in يعني يمتص او يستنشق. تساوي absorb. New cuts. سوري سو كاتس. سو كاتس يعني خيط الجروح. For the first time. Stop infection. Different to or different from. Living in the city is different from living in the country. العيشة في المدينة مختلفة عن العيشة في الريف. Pay for. والماضي paid for. Pay يعني يدفع فلوس. Cut something into pieces. يقطع حاجة إلى قطع. A volunteer for. Pleased with. Pleased يعني يا شباب. مسرور. يعني إيه تاني synonym بقى؟ Happy. أو. Glad. أو. يلا. Happy with pleased. With glad. ودي.
يلا عشان اللي عندهم درس delighted. write down يعني يدون، يكتب حاجة عشان ما ينساهاش. fall off يعني يسقط. اخرنا دي يا شباب. thank you and goodbye.